بكم إلى عالم الاقتصاد. كشف مراقبون للشأن العراقي أن العجز في موازنة العراق العام وعدم توفر السيولة المالية الكافية أثر بشكل كبير وواضح على الحركة الاقتصادية، ما انعكس سلبا على السوق والمواطن كذلك مع حلول عيد الفطر المبارك. وأكد المراقبون أن العجز في موازنة 2024 كبير جدا ويقدر بحدود 84 تريليون دينار عراقي، مشيرين إلى أن جداول الموازنة وبنودها هي ذاتها ولم تتغير كثيرا عن موازنة العام السابق، كونها موازنة ثلاثية ولكن جرت عليها بعض التعديلات. كشف خبراء في الشأن النفطي أن الخسائر المالية بسبب توقف تصدير نفط كردستان العراق بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا أنها تسد ما نسبته 20% فقط من العجز في الموازنة. وأكد الخبراء أن هذا المبلغ يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة، مشيرين إلى أن مئات العاملين والمهندسين من كردستان العراق إضافة إلى الأجانب تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مجددا، حيث تسبب التوقف هذا عن التصدير بأزمة إنسانية واقتصادية للعاملين في القطاع النفطي. قال رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات البحرية محمد أوستورك إن العراق استورد قرابة 8 ملايين دولار أمريكي من السمسم التركي خلال العام الماضي فقط. وأبين أوستورك أن بولندا كانت الرائدة في صادرات السمسم من تركيا عام 2023 بمبلغ 9,164,000 دولار، وأن تركيا مؤخرا صدرت من السمسم ما قيمته 7,700,000 دولار إلى العراق، وإلى ألمانيا صدرت ما قيمته 3,200,000 دولار أمريكي. أدى قرار تركيا بفرض قيود على تصدير نحو 54 منتجاً إلى إسرائيل إلى ارتباك واضح في بعض قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني أصلاً وبالأساس من تداعيات الحرب على غزة منذ شهر تشرين الأول الماضي. وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتباراً من 9 من شهر نيسان الجاري. وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن سلطات الاحتلال وقفاً فورياً عاجلاً لإطلاق النار بقطاع غزة وتسمح بتوصيل مساعدات كافية ومتوصلة للفلسطينيين. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كذلك على تجديد القيود على الواردات الزراعية ذات المصدر الأوكراني وفق ما أفادت به الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي. إلى ذلك وبحسب الاتفاق سيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد فقط اعتبارا من شهر حزيران، مع وضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف عام 2021 ونهاية العام 2023 وربما 2024 كذلك. أما الآن نتابع وإياكم أسعار العملات.
إلى اللقاء.